جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى يستقل الإنسان بنفسه شيخ صالح ويعتمد على الله أولا ثم على فهمه وذكائه في طلب العلم؟ الاستقلال لا ليس ممكن، لا يمكن للإنسان أن يستقل بنفسه في طلب العلم مهما بلغ من العلم، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. فلا أحد يستقل بنفسه في العلم، وإنما الإنسان يحتاج إلى العلماء ومباحثتهم ومساءلتهم. ولو كان عنده تمكن فإنه مهما بلغ فإنه يكون هناك من هو أعلم منه، والعلماء لا شك أنهم يتعاونون ويستفيد بعضهم من بعض. نعم.